فريق الفتح فريق كبير ومع لعيبه مميزه وعنده جهاز فني محترم جدا. اعتقد ان انا برضو نفس الشيء الحمد لله، عندي لعيبه كتيره كويسه وعندي ناس مميزه وعندي الحمد لله انا الناقص او الناقص العددي الحمد لله انا عندي 25 لعيب. في لعيبه مهمه بتبقى ناقصه، ولكن انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اللعيب اللي يتواجد في الملعب تكون روحه القتاليه عاليه جدا، يكون تركيزه عالي جدا، يثبت ان هو يبقى موجود في الملعب قدام التشكيله الاساسيه. اعتقد ان انا قلت اللعيبه كلها، كل اللعيبه عندي سويسه، كل اللعيبه عندي اساسيه. المهم اللي يؤدي الدور اللي هو مطلوب منه، لان احنا كلنا بنمثل الدفاع الحسني. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور يحضر بكثافه لمؤازره اللاعبين، وده الشيء اللي انا بامله. يمكن انا كل مباراه بناشد ان الجمهور يحضر مؤازره اللاعبين، لان اللاعبين في احتياج للجمهور، واحنا كلنا مش اللاعبين بس، لا كلنا، انا كطارق مصطفى او جهاز تكني او الاداره، لان الجمهور عامل مهم جدا في كره القدم، هو اللي بيساعدنا على الابداع وعلى التالق. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان جمهور الدفاع الحسني، لان دي مباراه انا شخصيا بتحدد لي حاجات كثيره جدا، لان هي مباراه بالنسبه لي انا بعتبرها مباراه نهائي كاس. وانا قلت كده لعيبتي، لان الكاس تاخد مني في بلا هزيمه او بفرق هدف الله، يعني فاهم، يعني ما طلعتش ان انا مثلا مغلوب ما كنتش هزعل، ده اللي خرجني من الكاس. ولكن انا بقول ان شاء الله دي مباراه ان شاء الله اتمنى من اللعيبه ان هم يكونوا الدرار يكونوا في في في, في يومهم ان شاء الله زي ما كانوا قبل كده ان شاء الله، الماتش اللي فات واللي قبليه واللي قبليه. اتمنى ان هم ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن، واتمنى ان شاء الله اللي يكون متواجد في الملعب ان شاء الله يكون يدي اللي مطلوب منه اكتر ان شاء الله باذن الله.